بعد الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناتي من جديد. فتحت لكم اليوم في وصفة خفيفة، وصفة للإفطار سريعة وسهلة. هذا الوصفة نحتاج فيها البطاطا مقطعة بهذا الشكل، وعندنا فلفلة كما راكم تشوفون مقطعة صغير، وعندنا طماطم 2 حبات تاع طماطم، وعندنا حبة تاع بصل مقطعة بهذا الشكل، وعندنا شويه تاع البيون داشي. بالنسبه لهذا البطاطا قطعتها هكذا، وراح نديها نغليها، ندلا شويه تاع الملح ونغليها، وهذا الفلفله راح نقليها مع البصل والطماطم كيما نديرو التكتوكه عادي، والبيون داشي الثاني راح نقليه. اذا راح ندي هذيك التكتوكه تاعنا نقليها عادي كيما نديرو، نخدمو تكتوكة تاع البصل والطماطم والفلفلة والبطاطا. راح نغليها كيما قلت لكم، نضيف لها الملح ونخليها تغلى. اذا في مقلة درت هذاك البصل وخليته يتقلى هكذا، نحركه فوق النار حتى يدي هذا اللون، ونرجع نزيد الفلفله كما راكم تشوفوا. بالنسبه للفلفله خلوها غير شويه تتقلى لنا، خاطرش راهي مقطعه صغيره، ونضيف عليها الطماطم مباشره كما راكم تشوفوا، ونخليها تتقلى حتى تولي لنا تكتشوكه عادي. خلطوا المكونات مع بعض كما راكم تشوفوا، الطماطم والبصل والفلفله، ونضيف عليهم الملح بطبيعه الحال، ونضيف شويه نتاع الفلفل الاسود. هكذا ونخلط، بعد ما طيب لنا التكتوكة تاعنا بهذا الشكل نخلو هكذا فيها شويه نتاع لاصوص. راح نجيب المول اللي راح يروح للفرن ونفرغ فيه هذيك التكتوكة، اذا الطريقه سهله وبسيطه. راح نفرش هذيك التكتوكة في القاع تاع هذا المول، ومن جهة ندي هذاك الفيونداشي نقليه في الزيت مع شوية نتاع البصل، مع نص حبة نتاع البصل، ونضيف له الملح والفلفل الأسود. بعد ما يتقلى لنا كما راكم تشوفوا، بالنسبه للفيون داشي ديت كميه قليله، ماشي ما تكونش بزاف. بعد ما تقللنا الفيون داشي تاعنا كما راكم تشوفوا، والتكتوكه راهي حاضره في المول، والبطاطا تغلات، زدت عليها شويه نتاع الفلفل الاسود وقطعه نتاع الزبده، وراح نمرزها ونعاود نرجع نديرها بهذا الشكل كرات. هكذا ونحطهم فوق هذيك التكتوكه. بالنسبه للكرات انا هنا درتهم كبار، من بعد شفت على حساب المول عاود درتهم شويه صغار، بنحاول نوزعهم كامل في المول. انتوما على حساب المول تاعكم وعلى حساب الحجم اللي تفضلوه. فقط نكوروهم بهذا الشكل، اذا هنا درتهم كبار، من بعد عاودت رجعت صغرتهم كما قلت لكم، باه نوزعهم في المول.
هذا هما البنات، حاولت به ندير هكذا فتحة في الوسط في هذوك الكرات، هكذا طريقة سهلة. نحط الكرات كامل في المول، نعاودو ندير لهم فتحة في الوسط بهذا الشكل. بعد ما نكمل ندير فتحات في هذه الكرة تاع البطاطا، راح نجيب شوية نتاع الجبن قطع هكذا صغار، نحطهم هكذا في الوسط. إذا كان عندكم جبن مبشور تقدروا تحطوا جبن مبشور، فقط الجبن هنا يعطي لها لذة هائلة لهذه البطاطا. بعد ما نوزعوا هذاك الجبن في الوسط ولا في هذوك الفتحات تاع البطاطا، راح نضيفوا هذاك البيونداش اللي كنا قليناه في البصل، نعمروه في هذوك الفتحات. نوزعوا كامل في هذوك الفتحات، كما راكم تشوفوا هنا البنات محتاجناش البيونداشي كمية كبيرة. المهم واش كان متوفر عندك شوية تاع البيونداشي ولا دجاج ولا طون، خدمي به طبق كيما هكذا رائع. اذا كيما قلت لكم الحاجة اللي كانت متوفرة عندكم مروا بها هذه الكرات. هكذا ومن جهة كنت خدمت انايا لاصوص بيشاميل، وراح نوزعها فوق هذا الفيونداشي ولا فوق كرات البطاطا بهذا الشكل. بالنسبة للاصوص بيشاميل كنت كي طابت زدت لها قطعة نتاع الجبن وخلطتها معاها، هكذا وزعتها كامل على دوك الكرات. وجبت شويه نتاع الفرماج رابي وراني نوزع فيه فوق هذا لاصوص بيشاميل بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا بسرعه حضرنا هذا الطبق اللذيذ للإفطار، وراح نديروه في الفرن كي يحمر لنا. غير هذه قسمه البطاطا تدي لنا هذيك البنه تاع التكتوكه، وتحمر لنا اي تحمر لنا هذيك لاصوص بيشاميل من فوق. ونعاودو نحطوه كما راكم تشوفوا جاء يشهي، والذوق تاعو هايل البنات، غير جربوه اقتصادي ماشي ما فيش مكونات بزاف. هذا هو المظهر تاعو النهائي، وجبة سهلة وسريعة ويجي بنين بزاف. بالنسبة لهنا البنات انا ما قصبت لكمش الجزء بها تشوفوه راه سخون، ثم خلوه شوية يبرد ورجعوا حطوه. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم اذا عجبتكم هذا الوصفة تاع اليوم ما تنسونيش باللايكات وبارتاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. سلام، تلقوا في وصفة اخرى ان شاء الله.